مساء النور لالا فاطمة، مرحبا بك مرة أخرى في بروكسل. كنعرفوا أنك يعني كتجي بزاف لبروكسل، والجماهير ديال بلجيكا والجالية المغربية كلها كتحبك. شي كلمة بخصوص يعني هات الحفل ديال اليوم، هو احتفاء بالسنة الأمازيغية. الحمد لله، يعني كنشوف واحد الإقبال زوين بالنسبة للجمهور، وكاينين بزاف الجمهور اللي باقي كيحبوا الأغاني المغربية وكيحبوا الأغاني السوسية. الحمد لله، وأنا فرحانة بزاف بين هاد الناس ديال بلجيك دائما كيعيطوا لي وكيستضفوني في الحفل ديالهم، وماشي غير السهرات، يعني كنجي حتى للعراس، كنحيي هنا العراس للناس، وهذا الشيء كيفرح الحمد لله. وكنطلب ربي ما يحشمنيش معهم، وكنقول لهم سنه سعيده، الله يدخلها عليهم بالصحه والسلامه ان شاء الله. دونك وانت تتدي جمواس ايشنا سواتاس اي مره اني ضفان اني غي تحتفل سوس قوسا امينو دار غنوج ستمازيغت دار غنوج استعرفت دار غنوج ميم سوسش تستريفش نيغ ستث اثلاسش تمانيا يخجق التنوع ينتوسنا يخجق اذي نيغ ايجنت الحاش تشنا سواتاس لا يوذاني كين غي حطان دانديتيت ولا تصواث تيرين غا يوذان انبارا خان غنشين كإمازيغن كإمغربين يتكون داني تاتيت ذيف مارثا أن بلجيك أدخذا كنت أتشنا يوم. سعدي أنا جد مسرورة بحضور اليوم مع المغاربة ديالنا مع إمازيغن احتفالا برأس السنة الأمازيغية. تبارك الله عليهم، كلهم حيوية كلهم نشاط، فرحت بزاف حفاوة الاستقبال ديالهم. شكرا للجمعية المنظمة لهذا الحفل، شكرا للأخ عادل وكاع الأعضاء ديال الجمعية وكاع الناس اللي كيشاركوا في هذا الحفل هذا باش ينجحوه ويكون في أبهى الحلال. كنقول لكل الجالية المغربية كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله نتلاقى معكم دورات ثانية إن شاء الله احتفالا برأس السنة الأمازيغية أو احتفالا بكل أعيادنا الوطنية المغربية. بمناسبة إيدي النير أو السنة الأمازيغية 1970، كنتمنى أننا دائما نديروا يد في يد يدنا احنا المغاربة اللي في أرض الوطن والمغاربة ديالنا اللي خارج أرض الوطن في إحياء الحفلات بحال هادو، أنهم كتكون صلة وصل وصلة رحم بين المغاربة اللي كيتواجدوا في دولة من الدول الأوروبية وكذلك دول العالم بأكملها.